مساء الخير. الطلاب الأكاديمية أخبارهم ما بتخلص، ونحن كل ليلة منقوم بجولة على أبرز المواقف والأحداث اللي عاشوها. البداية مع زيارة يوسف للأكاديمية ليودع أصحابه قبل ما يرجع لحياته وأهله. فشو كانت أهم لحظات عاشها يوسف بالأكاديمية؟ هاي حبيبي، أقسم بالله يا ابني. حبيبي. كل حدا انه صار له شيء جواتي رح اتذكره فيه، رح اتذكر مروان الطيب يلي بتعتمد عليه باي معلومه بدك اياها بالغنيه، رح اتذكر دينا بهضامتها يلي هي الشخص الوحيد يلي بضحك معه من دون مجامله، يعني بضحك من قلبي، رح اتذكرهم كلهم. تستاهل كل خير. طيب بدك تخدم مثلا الشخص اللي كنت متوقعه يصوت لي وصوت لفاطين هو دينا. انا عايز اقول لك ان نتيجتي والله ما كانت هتاثر عليك في حاجه، يعني لو كنت قلت شو وقت الكلام ما تحكي. خلاص يعني مش عايزك تبقى من كده. يوسف بعرف. خلص ما في داعي للحكي، خلص كلياتنا واحد. رح ضل اكل مكانك واكل اكلك. متوقع من أول لحظة بعد الإيفال إنه إيه أنا نوميني. ممكن غنيت منيح بس إنه ما بعرف، إنه كنت ستريس كتير وتوتر كتير، فتوقعت إنه إيه أنا نوميني. بس إني أظهر بصراحة ما بعرف، لأنه الكل كأنه فاتن ورافائيل بيستاهلوا يرجعوا يعني، ف ما بعرف. دينا يا دينا كثير تضايقت منك مايس. لا حبيبتي ليش؟ كثير بالعكس. ما تحكي انا ما بحب هالحكي. شو رح تعمل؟ شو رح تعمل؟ هلا خلص خلينا نحن مبسوطين. ما هي بندم على اني ما استغليت وقت نقيت الغنيه بالايفال، يمكن كان غلط لانه كنت لسه اول وصلتنا يعني، واول كم يوم وشوي الواحد بيكون مضغوط ومتوتر. من بعدك لمين 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 الزهر بينحني وبتشرق لمين لمين. اسمعنا اسمعنا. احلى لحظه بالنسبه لي لما اجتمعنا كلياتنا ولما فاتوا الاساتذه لعنا وتعرفنا على بعض وكل واحد حكى اللي عنده وشو حس فيه. واحد بيدوخ، لما بيدوخ بيكون جائجة رنة صوته براسه هون. أحلى صف عندي هو صف المدام ماري. المدام ماري شخص بيخليك تعيش حياة تانية وقت بتكون عم تتعلم معه. لما ما بتصلحوا صوتكم ما بتتقدموا. إن شاء الله إن شاء الله مروان رح يوصل الفينال وياخد اللقب. هو الانسان على طول بيزعل لانه بده يخسر، لانه بده يبعد، بده يخسر اشياء حلوه، عرفت؟ بس ما تفكر اي يعني ما تفكر باي شيء هلا، ما تفكر باي شيء، نومينيشن بكره، عصر بكره خي نص ساعه وخلص. انت انسان كثير طيب، انسان كثير بنحب بسرعه وبتفوت على القلب، وانسان صديق وصوتك حلو وكل هالصفات الحلوه، الانسان ما بيوقف ابدا اذا عنده اياها. ما حدا بيوقفه ولا هو بيوقف ولا بيفكر حتى انه بيوقف. اكيد. فهيدي تجربه كانت حلوه، هيك لازم تفكر. انت ربحت ما خسرت، انت ربحت ناس، ربحت 25 حدا بحياتك. مش 25 اكثر جمهور. هن الناس اللي مهمين بالحياه. مزبوط. انت مهم بحياتنا. ان شاء الله نكون احنا مهمين بحياتك، ان شاء الله نضل على تواصل. انت بتعقد وحنستقبل لك اكيد. انتم مثل اخواتي، حياة الله. احنا اخواتك فعلا. عن جد. وكثير كثير 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 انبسطت اني تعرفت عليكم. احنا اكثر. وحياة الله، وهالايام ما بنساها بحياتي. انا دائما كنت اشوفك انسان كثير طيب. وانت من اطيب من اطيب من اطيب الاشخاص اللي عرفتهم بحياتي، عن جد. وحياة الله، انت كثير حدا كثير. لانك انت طيب، بتعرف. حدا هيك
حبيته خلال هالفترة القصيرة. بشكر كل شخص صوت لي وكل حدا ما صوت لي، وإن شاء الله عن قريب رح أعمل شيء كتير حلو. أكيد أنا هلأ رح بلش، ما رح وقف، رح أعمل شيء كتير حلو عن جد. بص بص هيستغل قبل أي حاجة تعالى كده خلينا نسخي مصريات لسامة كان فين يوسف ليه كويس؟ يوسف الاسم ده يفضل موجود. ايه بس انا بدي اخذ هاي ذكرى من الاسم ده. الاسم ده يفضل موجود خد السي دي تمام لحد ما الموسم يخلص. الاسم ده يفضل موجود خد السي دي طبعا خد السي دي بدل ما وعاوزك لما تطلع لما تبدا حياتك ما تنامش. I love you اكيد انا كمان I love you والله انا كمان I love you وانت تستاهل كل شيء. لازم نروح هلا. ايش شعورك دلوقتي؟ كثير كثير مبسوط مكيف. يو لأنه كل جمعة رح يكون شخص بريك أول بحلقة الليلة ومنتابع من بعده آخر أخبار طلابنا. خبيرة التغذية كريستال أبي عاصي زارت الطلاب لأول مرة حتى تقدم لهم نصايح حول غذائهم وتساعدهم من خلال المأكولات للحفاظ على الطاقة والحيوية، لكن يبدو أن الصف تحول لجلسة لعب، فشو القصة؟ كيفكم؟ يلا وزعي وزعي كيك دايت كيك أكيد كيفكم؟ ويلكم باك رافائيل وين فاتن؟ ويلكم باك يور جود؟ شو؟ كنتوا بتعقدوا امبارح، بتعقدوا ويلكم باك. اليوم رح نحكي عن القوانين ورح نحكي كيف بدنا نعيش حياة صحية، شو بدكم تعملوا انتوا بالأكاديمي، كل هيدا. فاتن بليز بس وزعي كل واحد ياخذ ورقة ووزعوهم. مين بده يقرأ أول قانون؟ العلو أنا عايز أقرأ علي أنا أقرأ. يلا نسيم جو. كل يوم في الصباح وقبل تناول أي شيء تناول كوب من خلطة كريستال وذلك لتنظيف الكبد وتسريع عملية الحرق. عرفتوا أي خلطة يعني؟ بس ما بشرب منها أبداً. I know لأنه again ما بتنلاموا ما كنتوا عارفين. هيدي الخلطة بنسميها ديتوكس ووتر. سامعين بالديتوكس؟ تنظيف بس طعمتها شوي ديتوكس كتير دارجة بلبنان. هيدي اللي عم تشربوها هلا فيها نعنع وفيها حامض وهول التركيبات تبعهم ومي. هيدي التركيبات تبعهم بينظفوا كتير الكبد وبيسرعوا عملية الحرق وأحسن شي نشربها الصبح على الريقس. وأول شي بتعملوا بتجوا بتعبوا كباية بتشربوها وبتكملوا نهاركم. احنا فاكرين للصوت كل قبل صف هي هي أكيد لأنه بدك تعرف شغلي رافائيل أكيد كلكم بتعرفوا لأنه الموضوع منطقي المعدة ذاتس واي الشخص اللي بيشتكي من الرفلو دغري بتأثر على الصوت. سو المعدة وظائف المعدة كتير مهمين لحتى الصوت يكون منيح. تاني قانون رافائيل أنا يجب أن تلغي أي وجبة. لا تلغي أي وجبة. تناول وجبات ثلاثة رئيسية. لا تبقى أكثر من 6 ساعات بدون أكل. إلى 8 ساعات. يجب تناول الطعام قبل النوم. أكل جاي غدق. هيدا القانون مين بيعرف لمين معمول؟ إلي. لنسيم. مش بس
نسيم ازاي؟ عندك كمان هيدي الشغله جايز، شغله كثير ضروريه. شو تعال بتحبي تقري تالت قانون؟ اذا كنت تشعر بالجوع تناول الطعام، تناول اي شيء مسموح به في النظام الغذائي الخاص، لان الجوع يزيد من الاغراء. هيدا اللي كنا عم نقوله رفايال، مش صح؟ شو قلة الأكل بتخليك وتتيجي بدك تاكل لأنك ميت من الجوع، بتاكل بفشل وبطل تشبع. هيدي الكارثة، بتبطل تشبع. نمبر فور بليز، فيك تقرأها على صوت عالي؟ التقليل من نسبة الكافيين لأنه يقلل نسبة السكر بالدم ويؤدي إلى زيادة الجوع وإلى زيادة نسبة الحموضة. يلا نمبر فور، مين نمبر فايف؟ سوري علي تفضل. الإكثار من شرب الماء، الماء يطهر الجهاز الهضمي ويساعد على فقدان الوزن. صح. يجب تناول ما يعادل لتر ونصف من الماء في اليوم على الأقل. صح. منكمل قانون 6 فاتن. من فقدان الوزن والمحافظة على النشاط والسلطة القوي، يجب أن تتناول البروتين في كل وجبة. البروتين يسرع الحرق ويحافظ على كتلة العضلات. وين صرنا؟ نمبر 7. يلا حنان. 6 أو 7 ساعات من النوم في اليوم تساعد على خسارة الوزن وزيادة النشاط. شو؟ لا ثاقبت. النوم شو القصة بأنه الواحد يحافظ على وزنه؟ يحرق. يحافظ على وزنه ولا يحرق وزنه؟ يحرق ويحافظ. يعني تيعطيك ميتابوليزم منيحة، تيعطيك عملية حرق منيحة. لا هو تشغل كتير 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 مهمة جايز تنتبهولها. هلأ ما انتبهت لها. الهورمونز، برافو رفايال. الهورمونز بالجسم يترجلجوا وقتها ننام منيح. إذا ما نمنا منيح it's a problem. بس بدكم تنتبهوا على شغلة، ما بدنا ناكل، هيدي ما انتبهنا لها بتاني قانوني اللي قراي رفايال. ما بدنا ناكل كتير مأخر. يعني هيدي الشغلة مش قصة بتسبب زيادة الوزن وبس، هيدي الشغلة بتعمل كتير فلو. بعدين القانون الثامن مرتبط، تفضل. تناول كمية كبيرة من الفواكه والعسل والسكر، والسكر المضاف تزيد من الالتهاب وتسبب الحموضة وتزيد من الوزن. انتبهتي شانتال؟ عم نحكي تناول كمية كبيرة. لهيك يعني أنا بحس بهون اكزاكتلي كبيرة. أنا مش عم بقول ما تاكلوا تفاحة أو ما تاكلوا نجاستين، أو أنا عم بقول وقت تاكلوا كمية كبيرة، يعني وقت عم تاكلوا فواكه وعم تحطوا فوق منها سكر وعم تحطوا فوق منها عسل، اتس تو ماتش جايز، ما بيسوى، كرمالكم يعني كرمالكم. هينين لقوانين ولو ما بدهم كل هالقد. بعد عندك هدية أنت، الشيء اللي قاعد هونيك على البار، افتحي شرشف، هيدا شيء أنت طلبتي مني. أنت طلبتي مني شوكليت. يلا جيبي إذا بدك لوحين من كل واحد. جبتهم كلهم. أوكي جيبي كلهم إذا بدك. هيدا الشوكولا، هو الشوكولا تبعي، هيدا شوكولا كريستال، هيدا بلجيكي خالي من السكر. سو فيكن أنت ما فارقة معك، فيكن تاكلوا منهم، فيكن تاكلوا منهم أتليست لوح بنهار، لوح مش أكتر لأنه ما بيسوى. الموضوع تبع اليوم الأساسي تبعنا هو شيء اسمه سوبر فودز. انتم ملاحظين انه على العلب دائما مكتوب سوبر فودز؟ لا مكتوب سوبر فودز كريستال سوبر فودز. هني شو السوبر فودز؟ سوبر فودز هني اصناف اكل عندهم منافع خارقه. اول سوبر فود بدنا نحكي عنه اليوم، تنشوف مين ذكي بيناتكم، كلكم ذكايا، بس نشوف مين بده يعرف. ممكن أول شيء هي فواكه، روقوا اسمعوا للأخير، أوكي؟ أول شيء هي فواكه، ممكن تكون حمرة، ممكن تكون صفرة من برا، تحتوي على كمية فايبر كتير عالية ومفيدة جداً للجهاز الهضمي، مفيدة جداً للجهاز الهضمي. ممكن إنه تجوعكم، في عالم بتجوعهم، وممكن إنه ما تجوعهم، بس هي منيحة على الجهاز الهضمي وبتساعد. أهم شيء إنه العالم اللي عندهم هيدا الشيء اللي هو فات على منطقة المعدة اللي هن معظم الشباب إنه يتخلصوا منه إذا أكلوا وحدة بالنهار. باي ماي دارلينج. عم بيرن الجرس. You're welcome. امتى بنشوفك مرة تانية يا كريستال؟ خلص بكفي. برفي كريستال بنشوفك مرة تانية. كل نهار سبت حطوها، رح تشوفوني بالبرايم، رح اجي لكم هاي ورح تشوفوني كل نهار سبت. خلص بتحطي ببول، كل واحد بيطلع له جاط، بتحطي فوق منه ملعقة عسل. صحتين. يلا بسويها. شانكن هلا، شانكن هلا. عندنا استراحة. صراحة ما كملت.
You're welcome. Bye guys. Bye. Bye. أمامكم أكثر من فرصة للفوز برحلة لبيروت لحضور البرايم مع سي بي سي، وبما أنه أكثر من مسابقة ناطرتكم، ما عليكم إلا تدخلوا على www.cbc-eg.com وتجاوبوا على الأسئلة. مديرة الأكاديمية كلوديا مارشليان زارت الطلاب حتى تقدم لهم موضوع الفحص الجديد وتطمن على سير الأكاديمية من بعد انتهاء الأسبوع الأول. ليش هالزعل من النفس على البرايم يعني؟ خبرنا شو عملتوا؟ مش راضيين عن نفسنا. ما عليه بتصير. بس انه ما يعني نحن تأملنا انه عملنا برايم اول كثير حلو. ايه ما عليه. وحذرونا انه ما تخلوا اثنين برايم يعمل شوت. و ايه بتصير ردة الفعل كيف هن تقبلناه انه كثير عملنا شوت. بالثاني يعني بالثاني برايم بتصير كثير. لأنه بتكون كل القصة، ما أنا قلت لكم قبل ما فل هذيك المرة. انتبهوا بصير في شوت من بعد أول برايم، لأن بكون واحد حاطط كل تقلو. أنا بآمن بالقوة يلي الإنسان بيعطيها لحاله، يعني بآمن إنه في أوقات إنسان هود اللي بيقدر يمكن يعلى عن الأرض. بآمن بالإنرجي القوية تبع الإنسان اللي بتخليه يكون قوي كتير. أنتو بأول برايم تعملوا هيك 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 بتبينوا بقوة كبيرة، بيقشط شوي الإنسان بعدين بتاني برايم. مش مشكلة صارت معكم. شانتال صار عندها مشكلة. شانتال ما بيقدر تعملي لي قصص. خبروني وقالوا لي، وهو ما بيسمع وهو بيسمع ما في من هيدا اللي لا. عم نحكي رح اعمل ايفال. انا على فكره بدي اسالك سؤال صغير، انه كيف واحد اذا سمع شيء ما يتاثر، يعني يضل مركز. هذا انا من هيدا اللي شفته بدي اعمل. يعني كل واحد منكم بده يحضر غنيه شو ما كانت، ما بهمنا شو هي، بدك تحضرها وتفوت محضره 100%، حافظها محضره، حافظ الكلام، حافظ اللحن، حافظ حافظ حافظ، بغنيها مغنى رائع وبده يفوت. انا بدي اعطيه الحاله يلي هو رح يغنيها فيها. فيا ناخذ مثل، ما تعطيني انت بس مثل تنعرف كيف، يعني تناخذ فكره عن اللي بدنا نعمله. يعني ممكن انت تكون والله وانت يعني اجى، يمكن انت جيت وقفت مروان مثلا انت وفايت تنقول صار مثلا عم تغني غنية اول صف في واحد صار معه ذبحة قلبية، اوكي الصليب الاحمر عم يشتغل بس انت مضطر تكفي لان قليل على الهواء. يعني سوون بينا الدراما يعني. اوف معلش يا مولا مرة ما ننتزع. يعني أول مرحلة عندك إياها قبل ما تستفيدي هي إنه ما يأثر عليك سلبي، يعني تنفصلي عن اللي سمعتيه. ونحن كبار فيكم، وانت فرد لي هالوجه، انت شاب مولود. لانه عطول، مش عطول احساسنا بيكون تابع من النتيجة، بيكون تابع لحاله. يعني هو هلا طالع عباله يبكي. يلا باي. بريك صغير ومنرجع نحن وياكم مشاهدينا لمتابعة اخر اخبار الطلاب. أول زيارة لهادي شرارة على الأكاديمية، زيارة بينطروها الطلاب وبيخافوا منها بنفس الوقت، فشو كانت تعليقات هادي بعد البرايم؟ مرحبا. ماشي ثانك يو، كيفكم؟ رح نبلش اليوم، أنا ما رح أكون كثير قاسي بأول حلقة، بتاني برايم بالنسبة لأول حلقة لإلي يعني، ما رح أكون قاسي وهيك وأجريسيف معكم، رح أكون شوي متفهم إنه أنتوا بعدكم جداد مش متعودين على بعضكم، مش قاعدين مع بعضكم فرد أوضة. محمد حبيبي اول شيء بلشت حلو كثير، يعني فكرتك عم تغني بلاي باك على لحظه قد ما حلو كان مغني قد ما كان صح. وبتاني مقطع مثل كانه اجاك تليفون حدا تلفن لك صرت عم تغني برات الغنيه وخبروه خبريه ما بعرف شو خبروه، صرت غير زلمه. مين سهيلة؟
هي تخبي تخبي ماشي هتتخبي انا بقيت تختفي هيك يعني نوتاتك صح بس ما في فيلينجز ما في احساس سكينة نو كنترول على التيون بالمره ما عندك اي كنترول يعني هي مربوطه وعم بهزوا فيها المفروض انت تكوني يعني مربوطه عم بتهزي وما عندك كنترول يعني هذا شفته هو انه ما عندك كنترول على النوت حتى هي مع انهزه ومربوطه وعندها كنترول على المغنى وما عندك حتى على الايقاع ايقاعك ما بيسوى البيس انزاح وال ما مثلا نأيد ليست حجج بكره حط لكم اياها هون وكل حلقه بتخبرتي شفت الاير بيس شلتها حطيتها جاني تليفون اكل مش نايم عندي انديجستيون غير قصير قصير موهب نومينات شو يعني تسكو عامل افور اكثر نومينات عارفه من قبل عارف وشو طلعتي وسمعت اعتذري من الجمهور ما تطلع لا على المسرح على المسرح لا وانا كنت عم غني تفضلي سمعت انه نشزت سمعت انه طلعت اوف تيون سمعتها بس انا ما بدي اعطي اعذار يعني بس هنك كلهم بيعرفوا ما بدي اقول خلاص ما في داعي لا فاتن هذا الموضوع بالنسبه لي انت وضعك يعني غريب نوميني بعتقد اصحابك بحبوك يخلصوكي صح كارثه حاطت كارثه اوكي اول شيء بزقفوا له على ثقته بنفسه انا ما حلو انسان يكون عنده ثقه بنفسه هالقد مبورد ومرتاح على الهواء وهيدي احنا شيء بنطلبه وهذا الشيء لازم يكون تقريبا عند الكل منكم بس انه هيدي اجى المير وما اجى المير بلا هون حركه اسمع دعوسك هون عم بمزح ليك في شيء حلو على طول ليك على طول في شعره بين واحد يكون مهضوم وسائل اي انا عندي هون اثنيناتهم انت ضيعني يعني انا بدي اقول على الفوته سائل او مهضوم هذا اول شيء مبين انك اوفر محمس which is good حماسك لازم تسيطر شوي انا كنت مراكد على المغنى كثير التيون تبعك صح كمان برافو والضحكه حطيتيها على وجهك هيدي اللي كلها وصلت لنا وحسانيكي مرتاحه عم بتمثل الكلام بقى انه الكلام في شوية زعل يعني بس مش هذا المطلوب ما سمعت طرب بصوتك ولا بمحل شفت كل شيء حلو الا الطرب الا احساس يعني سمعت وحده عم تغني كاراوكي بس ما عم بتغني غنيه طربيه بدي اقول اه الشرعي عندك ما انه ثابت لانه ما بتعرف الطربي شكلك بدك تشتغل ضعيفه بالطرب يعني باللون الطربي ضعيف ما تخبي وجهك بالعكس تعلمي من اغلاطك عادي كنا مغلط شو مير انا نزلت وبلشت ابكي يعني انا بكيت على حالي صراحه طيب عادي قبل ما تقول اي شيء انا ما راح اقول انه ما بكيت عليك انا سميتك كاراوكي سينجر خلي هالغنيه بينتي لي انك بتغنيها كاراوكي يعني ما عم بتسلى ببيته يعني مش طالع على التلفزيون عندك 50 مليون عرب عم بيحضريك كتب لها اه هذا اللي عم بقوله هذا هو الفيلينج هذا هو الاحساس هذا هو الايموشنز هيدي هي الاحاسيس كلنا قلنا اه انت تلقيتها انت مشاهد سي انا كنت قاعد معها على المسرح بس انت عم تتلقيها كمشاهد كلنا قلنا اه عرابه بمحلها انا عارف انه هي منا هون بس خليني اقول اللي غنيته هو بالنسبه لي احلى شيء شفته بالحلقه حنان انا بعرف شو سيك تي تخو سنسيبل بدك احكي فرنسي ولا عربي لا ما عندي كلياني بيمشي الحال لما اجرحك بس بالعربي بالفرنسي كيرسي يعني بالعربي كيرسي نو بلا مزح بلا سؤالي شراره بليز حنان ناقصك حنان حبيبتي
شو في لك حدا يحن عليك؟ لا جد عم بحكي بلا سؤالي هلا عم بقول لك يوم بمسحه انا بدك تشتغلي كان موضوع كثير صعب بموقفك اينو كنت شوي تراك الموجوده فيك مبينه مرعوبه على الاخر عم جربي تكوني كيوت مش هذا المطلوب مطلوب تغني انت المجرم انت طالع انت انت المستبد طالع اجرك اولا ما عم شوف زلمي خايف يعني غنية فيها هالقد باور وفيها مغنى وفيها أمف اذا بدك هيدي الاجريسيفيتي بالمغنى بينك خايف من حواجبك من 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 الجريماس اللي بوجهك مش وصل لي مغنيك الارتيكولاسيون تبعك مش مزبوطه بمحل من محلات ادائك منو عاطل منيح سيف يعني مويان يعني معدل منه واو اوكي مسيو نسيم جقرته اتيتود تبعه اوكي اول ما غنى كثير صوته ما كان اللي بقله صوتك مش تبقى لشكلك كنت كثير اجريسيف which is good بده هيك التابلو بده هيك بس مغنيه كان شوي كنت عم بتشد زياده عن زوم صار الشد تبعك على الجورج تبعك صار صوتك كيبسو على الجورج عم تغني من الجورج نزل عيمك كله هيك صار قلت لي صوت اللي فيه عم تشد مازم تشد هالقد ما بدها لك كمان قلت لك يا قبل انت مغلطه البروجرام اكيد هيدا مش سر اكاديمي بالنسبه لي ما انه مستوى سر اكاديمي تقول لانه الفنان ايكولز فوكلز ليد فوكل يعني فوكلز يعني فوكلست هو ودانسر بذات الوقت مش وده يكونوا بمثابة بعضهم بذات البالانس صاحبنا الغنية ظلمتك أكيد عم تغني تبع واطي أنيس بس أنت مرتكب جريمة بحق الغنية فأنا ما يعني يمكن بالبرايم أول برايم كنت أحسن شوي بالنسبة إلي بس أنا ما جيت أيامتك لأنه هيك تركيبة البروجرام بس بهالغنية أنت بالنسبة إلي ارتكبت جريمة مثل هي عملت شغلة وأنت كملت لها يعني كملته علينا بالبروجرام إيقاعك مش ثابت ابدا سمع مش سمع 70% من المغنى تبعك برا يعني نوتات دوزانك مش صح في كثير عوامل على الموضوع بدك تتعب تشتغل بدك تتعب على الموضوع مبين في ضعف يعني مستوى تبعك بالنسبه لي ضعيف جدا قدام اصحابك مش عم بنصكم مش قفركم مش قفر صح مزبوط بعد في كثير قصص اخذتكم مني مش عم بقدر سيب بس صار عندي تصور تقريبا كل واحد اذا خرج يكمل او لا بس مش ضروري اسمعكم اياها هلا بكير على الدوز شايلكم انا باي طرقوني جماعه تجي خاوني 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 ثانك يو جايز باي جيرلز باي بريك ومنتابع من بعده حلقه الليله من يوميات ستار اكاديمي خليكم معنا هادي ترك الطلاب لكن كلامه بقي معهم وكان له ردة فعل كثيره انا خلص عن جد بدي اطلع منه وبدي فل من هون ما بتحمل ما بتحمل حدا يقول لي كارثه عن جد ما فيي اتحمل سعد ممكن اسعد بجد والنبي يا سعد لو قالي عنه الا لفات الوقحه انا مش بطلع يا انا ما بتحمل هي ممكن تتحمل انا طب ثانيه بس اتكلم مع انسى مرتضى حجي مين فكرك انا سعد مرتضى حجي بدي قوم يا قوم شوي قوم خليك عن الحزن جاي شوي قوم انا قوم بنروح هناك نقعد شوي تحت جاي اروح انا جاي شوي اروح انا شوف اتضايقت بس انا اقول
شيء عرفته من البداية. يعني أنا يعني أنا سمعت نفسي كنت عارفة إني نشست عارفة. فهي هو قال لي ما تفاجأت. عرفت شلون؟ عارفة سمعت صوت. تعرفين شنو قال لي؟ قال لي أنت أضعف واحد بين أصدقائي. ما يحكي ما بدي حدا يحكي معي أصلاً. ليش؟ لا بليز رفعين خلاص. لا خلاص. طب روي روي شوي. يعني كلمة بدأت تنسحب من البروجرام. عادة هون عادة حبيبي عادة شوي حنان. الله يخليك ما تعملي هيك حنان. تعال شو يا حنان. طب عادي شو اول مره بتشوفي بتجمع. تعال حنان. ما بدي. طب تعال بس ثانيه بس ثانيه. تعال امسح دموعي. بدك اتركك يا انا تمسح دموعك فل. بس بدي احكيكي لو لو قلتي ايه وقلت لا بدي اقعد معك واحكيك. عادي خلص بدي فل. طب لحظه في احكي وتسمعيني. مش انه احكي انه انا حكيت. في احكي وتسمعينا. في احكي. انت انا مو برضى على حالي. بابا يشوفني عم يقول لي كرسي ما في. مش هيك هي هيك. هن العالم بتعرف انه هذا الشخص جايبينه. هذا الشخص بينتقد فن بينتقد فنيا. تعالي حنان هو الشخص بينتقد لتحسن. لا شو بقول لك ايه شايفه نفسك غنيتي حلوه ولا لا؟ انا شكره فيكي ولا لا؟ الناس فكروا فيكي ولا لا؟ مش عارفه كلامه هيفرق معاكي في الايفال؟ ها؟ هتطلعي نومونيه بسببه يعني بسبب كلامه؟ بس مش حاسه. قال لي كل البنات انتوا مش حاسين اغاني وعشان هايدي مشينا بس قال حلو. بس عشان هي اغنيتها خفيفه وصغيره. طب ليه انا واحده ماسكه طبلو وبغني ازاي احس بقى وازاي اقوم ارقص؟ سنية سنسن كتلك ازاي هحس بيها يعني؟ اقول له ازاي مش فاهمه؟ غنيها صب سلطنه. ازاي؟ طب انا اغني ازاي حلف القمر؟ حلف وضحكتك ومش فارقه و... طب انا اعمل لك ايه؟ اغني حلف القمر يمين وقال لي والواد لما يجي ياخدني اطلع له كده. هلا ليه عتل همي؟ ليه عتلان همك؟ في حدا هون عتل يعني ما حدا بيعتل همي غير ماما. وانا ما بعتل همك؟ طب حنان؟ ايه غطيهم غطيهم لك بيبينوا لو وانا حطيتيهم بيبينوا عيوني. حنون شو؟ حنون كتير ضغط كتير ستريس ما في. طب هذا البروجرام انه مش هلقات كيرسة. كلكم انتقدكم بطريقة حلوة او يعني حتى لو قال لي انه سكينة كتير طاقدة بحرق بدي فاتن مرتضى. لا لا كل حدا شخصية. انا شخصيتي ما بتحب انا ما بتحمل. طب هو شخصيه واحده عم ينتقد خمس اشخاص حيحكيهم بنفس القساوه. انا راضي عن نفسي. انا عجبني بصراحه راضي عن نفسي. كل الناس قالت لي غنيتي حلو ورقصتي حلو وكان وشك مبتسم. اه كاريوكي علشان انت شنطة مين قال لك كاريوكي؟ مين قال كاريوكي؟ قال لك إذا أختي شو أحيانا أنا كاريوكي سينجر. أنت شايف إن أنا ما غنيتش حلو؟ عايزة يلا يا بنت أنا قاعد من المغرب. فين العلبة؟ أنا واحد من المغرب. أنا إيه؟ خلي بالك هو أنا فيلمي أنا فيلمي بلا صغار. وأنا غنيت حلو إحساسي حلو إحساسي حلو؟ مالش إحساس. هو قال لا 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 إحساس. قال مفيش تطريب ومفيش إحساس. أيوه هو قصده عشان الأغنية طربية فأنت مش حاسة بالطرب. ومحدش قال لي إن الأغنية طربية. أنا جاي أتعلم عشان الأغنية طربية. أنا مالي. وأنا اللي أعرف من نفسي كده الأغنية طربية. لما تسمعي ما تزعليش بس اعملي عليها في اخر همه. لا مفاجاه فراخ تشيكن فراخ اخر همه. اسمع مش اخر همه حكي. لا احترم حكيه بس كيف بدي اقول لك يعني انا بالنسبه لقلي بياخذوا مثل التحدي انه انا بعدين اعمل احسن يعني ما بقعد ببكي وهالخبار انه خلص يا جماعه انا ملكه الكاراوكي بليز. اوعى كده يا اخي بقى من وشي مش طايقاك والمصحف ما طايقاك وكل محمد بس يا محمد يا محمد بس يا محمد
لا انا ما برقص غير مع يوري. بتعرفش ترقص مع يوري؟ حتى اللي غنوا منيح انا اعطاهم ملاحظات. لا هايدي مش فاهم. بس هايدي لانه عن جد عندها شيء. لا هايدي عندها تخيلك هي شيء عامله فوكاليز ما امشي متمرنه لانه بتحس صعبة هيك صوت. هي شلون يعني شلون بشرح لك؟ بتعمل الشيء ببساطة بسلاسة، عرفت شلون؟ يعني هو نحن بنشوفه صعب، هي بتعمله ببساطة وحتى ما بتقتل حالها بالتمرين وهيك، يعني بتتمرن الشيء بتشوفه. ايه 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 بلاحظ. بتذكر أول نهار رحنا تنغني قدام الأساتذة؟ ايه كانت كل الوقت نايمة بس طلبوها هن غنت رجعت كفت نوم وعملت كثير منيح انه هيك يعني هي لانه هي ما بتاخذ الشيء يعني ما تاخذ الشغله مثل ما نحن عم ناخذها نفسيا انه كله بأثر هون المخ حتى صوتها يعني رائع يعني بتعرفي هي شلون كنت عم بسألها من لما كنا على المسرح قلت لها انت كيف بتفتحي صوتك قالت لي لا ما فتحت صوتي انا اجي ماخذ الامور لما سمعت صوتها وقت لي قالوا هي التوب 1 قالت لي انا صوتي حلو كده انا ما كنتش عارفه سمعت صوتي ان انا صوتي هالقد حلو ما كانت متوقعه ان صوتها هالقد حلو تصور احنا عم نسمع كل شوي بنقول عشان كده كنت بتقول الله يعني هي ايه ما بتعرف في قيمه صوتها لما الشخص ياخذ الامور ببساطه بيعطي شيء حلو لما الشخص كثير بلبك حاله لا انا ماني منيح انا راح اتلبك يمكن انسان يمكن هي يمكن راح افوت هيك راح افوت هيك بضيع حاله بلاش يزعل انا هيك بعمل لهون مشاهدينا حلقتنا بتكون انتهت لليوم بتمنى تكونوا مضيتوا معنا احلى الاوقات ما تنسوا تلاقوني بكره بحلقه جديده من يوميات ستار اكاديمي باي باي لا تستاهل انت قول شيء بفضل لا تستاهل طياره لا طياره شويه عليك لا تستاهل طياره لا طياره شويه عليك تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي انت في العالي يلا الى الى غنوا يكون دمه بارد ساكت دي ما جامد تغلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعاودش الهدرة يكون راجل لمرة لنا بالزف على درويش انت بغية واحد يكون دمه بارد ساكت دي ما جامد تغلطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعاودش الهدرة يكون راجل لمرة لنا بالزف على